السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة تنوع، والتي نقدم من خلالها دروس مادة الاجتماعيات للسنة الثالثة إعدادي. درس اليوم هو الدرس التاسع من دروس مادة التاريخ، وهو يندرج أيضا ضمن دروس الامتحان الجهوي الموحد. عنوان الدرس هو القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. قبل الدخول في تفاصيل هذا الدرس وتقديم مضامينه، لا بد أولا من الإشارة لأهم محاوره الأساسية. سنخصص المحور الأول للحديث عن جذور القضية الفلسطينية إلى حدود سنة 1948، وسنخصص المحور الثاني للتطرق للسياسة البريطانية في فلسطين في فترة ما بين الحربين ومحاولات التقسيم. أما المحور الثالث سنخصصه للحديث عن محطات الصراع العربي الإسرائيلي بعد سنة 1948. أما وفي الأخير سنقدم خلاصة شاملة لأهم محطات أو محاور هذا الدرس. إذا نبدأ بالمحور الأول، جذور القضية الفلسطينية إلى حدود سنة 1948. ونقصد بجذور القضية الفلسطينية الأحداث التي مهدت لظهور القضية. نبدأ بالجذر الأول، ظهور الحركة الصهيونية. وكان ذلك بأوروبا خلال أو بقارة الأوروبية خلال القرن التاسع عشر بزعامة تيودور هيرتزل، وهو زعيم الحركة الصهيونية. هذه الحركة الصهيونية كان من بين أهدافها أو هدفها الأسمى هو إقامة وطن قومي لليهود في الأراضي الفلسطينية. ومن أجل تحقيق تلك الغاية انعقدت مجموعة من المؤتمرات الصهيونية، أبرزها مؤتمر بال بسويسرا سنة 1897. ومن أهم مقررات هذا المؤتمر تنظيم الهجرة اليهودية نحو الأراضي الفلسطينية واستعمارها بالعمال الصناعيين والزراعيين اليهود. كما عمل هذا المؤتمر أو أقر هذا المؤتمر بالعمل على تغذية الشعور القومي اليهودي. أما بالنسبة للجذر الثاني للقضية فيتعلق بصدور وعد بلفور في الثاني من نوفمبر سنة 1917، وكان هذا الوعد يحمل اسم وزير خارجية بريطانيا آرثور جيمس بلفور. وهذا الوعد قدمته بريطانيا لليهود، ويقضي بمساعدتهم على تأسيس وطن قومي لهم في الأراضي الفلسطينية. أما بالنسبة للجذر الثالث لهذه القضية هو وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني في 24 من يوليوز سنة 1922. ومن أبرز غاياته هو تسهيل تنفيذ وعد بلفور لإقامة وطن قومي لليهود في الأراضي الفلسطينية. ننتقل إلى المحور الثاني، السياسة البريطانية في فلسطين ومحاولات التقسيم. سنخصص هذا المحور للحديث عن تدخلات وممارسات بريطانيا في الأراضي الفلسطينية، خاصة خلال فترة ما بين الحربين. أولا، وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. إذا تم وضع الأراضي الفلسطينية تحت الانتداب البريطاني من طرف عصبة الأمم سنة 1922، وعصبة الأمم هي منظمة دولية تأسست بعد الحرب العالمية الأولى، وكان الهدف منها هو الحفاظ على السلم والأمن الدولي، ولكنها خرجت عن سياق ما أسست من أجله أو من أجل تحقيقه. وكان الهدف من هذا الانتداب هو تسهيل تنفيذ وعد بلفور الذي قدمته بريطانيا لليهود سنة 1917، ويقضي بمساندتهم على تشكيل وطن قومي لهم في الأراضي الفلسطينية، وكان هو الغاية الرئيسية للانتداب. وبفضل هذا الانتداب عملت بريطانيا على تسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وتم تملكهم أكبر مساحة من الأراضي وأجودها كذلك، ثم تشجيع إقامة المدارس والمستوطنات والتشكيلات العسكرية اليهودية الصهيونية. ثانيا، تقسيم فلسطين. سنة 1937
صدر مشروع بيل لتقسيم في الأراضي الفلسطينية إلى منطقة عربية ومنطقة يهودية، وجعل القدس منطقة انتداب بريطاني. هذا فيما يتعلق بالسياسة البريطانية في الأراضي الفلسطينية. أما في سنة 1947 صدر القرار الأممي من منظمة الأمم المتحدة يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية وأخرى يهودية، وجعل القدس منطقة دولية بمعنى تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. ونتيجة لهذه الممارسات والتدخلات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية خاصة البريطانية، نتج عن ذلك ظهور مقاومة فلسطينية بمعنى معارضة الفلسطينيين للمشروع الصهيوني وقرار التقسيم. ومن بين مظاهر هذه المعارضة توعية الرأي العام بخطورة المشروع الصهيوني، ثم توحيد وجهات النظر حول القضية، يعني توجيه الرأي العام الفلسطيني نحو توجيه الرؤى حول القضية والدفاع عن الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى ذلك يعني تم تنظيم مظاهرات احتجاجات إلى غير ذلك. ثالثا، محطة الصراع العربي الإسرائيلي بعد سنة 1948. شكل إعلان قيام دولة إسرائيل سنة 1948 واعتراف الدول الكبرى بها، ثم قيامها بالتوسع على حساب الدول المجاورة، بداية للصراع العربي الإسرائيلي، حيث قامت إسرائيل بالتوسع على حساب الدول العربية المجاورة، سوريا مثل سوريا والأردن ومصر، ومن هنا اندلع الصراع العربي الإسرائيلي. ثم ظهرت مواجهات عسكرية بين العرب وإسرائيل نتيجة هذا التوسع، ومن بين أمثلته أو من أمثلة هذه المواجهات حرب 1948، يعني سنة قيام دولة إسرائيل، ثم العدوان الثلاثي على دولة مصر سنة 1956، وحرب الستة أيام سنة 1967، إضافة إلى حرب أكتوبر سنة 1973. وكانت أغلب هذه المواجهات العسكرية لصالح إسرائيل أو الكياني الصهيوني باستثناء حرب سنة 1973. اتفاقية كامب ديفيد سنة 1978. شكلت هذه الاتفاقية بداية لدخول الطرفين يعني العرب وإسرائيل مرحلة جديدة من المفاوضات، خاصة مع بداية اعتراف الدول العربية بإسرائيل، خاصة مصر في إطار اتفاقية كامب ديفيد، وكانت هذه الاتفاقية برعاية أمريكية. وبعد اندلاع انتفاضة أطفال الحجارة سنة 1978 تواصلت واستمرت المفاوضات، مثلا مؤتمر مدريد سنة 1991 إضافة إلى اتفاق أوسلو سنة 1993. استمرار المقاومة الفلسطينية بعد سنة 2000 باندلاع انتفاضة الأقصى، وهناك تطورات أخرى عرفتها القضية والصراع بعد سنة 2000، مثل وفاة ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني، ثم الحرب على لبنان وحصار غزة، إضافة إلى تطورات أخرى إلى حدود الآن. كانت هذه آخر فكرة في المحاور وفقرات هذا الدرس. ننتقل بكم إلى فقرة أهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالدرس، والتي وردت في الإطار المرجعي للامتحان الجهوي الموحد. الحركة الصهيونية هي حركة ظهرت خلال القرن التاسع عشر بأوروبا، عمل زعماؤها على المطالبة بإقامة وطن قومي لليهود في الأراضي الفلسطينية. الانتداب هو أسلوب من أساليب الاستعمار، يتمثل في قيام دولة قوية بتقديم التوجيه والمساعدة لدولة ناشئة إلى أن تصبح قادرة على تسيير شؤونها، وقد طبق على البلدان العربية.
أخيرا إليكم خلاصة شاملة أو خطط ملخصة لأهم النقاط التي وردت في هذا الدرس. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية فقرات هذا الدرس. إلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.